السلام عليكم واهلا بكم يا جماعة. في الفيديو ده هنشوف تصميم زي ده كده، في فراغات اهو بيكون كده، وبعدين بنعمل عليه ورود بالشكل ده. يعني هتشتغلوا تريكو وفي نفس الوقت تعملوا تطريز وتعملوا تصميم حلو. تعملوا مثلا دي بداية تنفع لعمل جيب او سكيرت، تبتدي كده ونبتدي الفراغات دي بتعمل تزويد في الغرض. تعملوها على المسافات اللي انتوا عايزينها. انا عاملاها هنا على كل 10 غرز عاملة، وبعدين عاملها بالتبادل تاني في السطر اللي بعده بعد 4 5 اسطر. فبتعملوها بالطريقة دي او في صدر، او بدين من القبة من فوق من الصدر، وده يكون مثلا البداية بتاعت صدر جاكيت او فستان من فوق. وبتعملوا التزويدات دي، الغرز دي تعمل تزويد في الغرز وانتوا نازلين من البداية من الصدر من فوق. عجبتني الفكرة فقلت اشرحها لكم بكل بساطة على نموذج كده مصغر زي ما اتعودنا. هتشوف مع بعض خطوة بخطوة بنعمل الغرزة دي ازاي، اللي بتعمل فراغات كده تسيبوها كده او تشتغلوا حواليها بنفس اللون او لون مختلف من الخيوط ورود تطريز بالإبرة، التطريز اللي هي ملهاش سن بالطريقة دي. بعد ما نعمل نشتغل بس التريكو نعمل تطريز الورود بالشكل ده. يلا نشوف مع بعض الطريقة ازاي. انا هنا يا جماعة عملت الجزء البليسي ده واشتغلت 4 سطور وعملت الغرزة، واشتغلت 4 سطور تانيين، سطر عادل وسطر مقلوب، وجيت من على وش الشغل السطر ده اللي هو يعتبر ممكن السطر الرابع، 2 3 4 ممكن تعملوها على مسافات اكتر من كده، بس انا حبيت هعملها على المسافات دي وهوريكم الغرزة تاني. لكن مش هيبقى الفراغات فوق الفراغ، لا، الفراغات اللي جاية في السطر ده كده، ممكن يعني الفراغ اللي هيجي هيبقى في النص هنا بين المسافة دي. يعني همشي غرز الغرزة العدلة حسب التقسيمة بتاعتي. انا هنا هعمل بعد 10 غرز مثلا كده، 2 4 6 7 8 9، وهاخد اشتغل هنا عشان يبقى الفراغ هنا الجزء ده. هشوف الغرزتين دول مش هاخدهم اتنين عادل معانا عشان انفذ زي اللي عملته هنا. هعملها ازاي؟ انا بشيل الغرزتين دول كده، بس باخد بالي ما يتسلتوش، وابدل اماكنهم بالطريقة دي. اخد التانية الاول واشتغلها قبل الاولى، اشتغلها عدل عادي، اشتغل اللي بدلتها التانية قبلها كده. بعدين اعمل لفة خيط بعده، شايفين يا جماعة؟ احاول اقرب شوية وامشي نفس المسافة من الغرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عشان اعمل الفراغ في النص هنا. اخد كمان غرزة واعمل اللي عملت الغرزتين دول، شيل دي كده ودي كده وابدل. هنا يا جماعة هنا مفيش تنقيص، انا مش هي الغرزة دي ممكن تتعمل اتنين عدل معا ولفة، لكن هنا احنا عايزين توسيع، يعني نعمل زيادة في الغرز. فاشتغل دي وعندي كده ما حصلش تنقيص، وبعدين بعمل لفة بتعمل لي زيادة في الغرز. عشان كده بقول لكم تصلح في صدر جاكيت او بلوزة او في
تبقى دي جيبة أو سكرت، وده القمر فوق، وبنعمل توسيع واحنا نازلين، يعني توسيع مع عمل شكل الفراغ ده، اهي اللفة، وبكمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وأكرر أعملها تاني. ادي لفة الخيط، واشتغل واحد اتنين تلاتة، خلاص كده الغرزة اللي عندي خلصت. كون ده شكل الغرزة، عملتلي فراغات، فراغات من غير تغيير تنقيص، وفراغات تعملي زيادة في الغرز وانا نازلة، وبشتغل بقى سطر مقلوب ظهر الشغل، اللفة هشتغلها غرزة مقلوبة برضو. يا جماعة اهي الغرزة المقلوبة بشتغلها بالطريقة دي، دي اللفة على غرزة مقلوبة، وادي الغرز اللي بدلتهم مع بعض عادي، الغرزة المقلوبة كل السطر بخلص، وبكرر على نفس المسافات سطر عدل وسطر مقلوب، وهرجع تاني نشوف الغرزة شكلها ايه بعد ما اشتغلت السطر المقلوب. بقى ده شكل الفراغات كده اهي في النص هنا، لسه مش ظاهرة قوي، هشتغل كمان سطر عدل وسطر مقلوب عشان نشوف الشكل بقى شكله ايه. كده احنا هنا السطر ده زادت غرز على حسب العدد اللفات اللي عملناها، بيزيد وبينزل الشغل بيوسع معانا اهي، شكلها حلو برضو. وهنشوف كمان هنكملها ونعمل ازاي عليها شغل وردات، نكمل كمان سطرين ونرجع. ده شكل الغرزة يا جماعة، يكون كده شايفين شكلها، يعني ممكن تصبوها كده، وممكن هنشوف هنعمل ازاي نشتغل عليها وردات. ايه ده زيادة اهي، كل لفة بزيادة غرزة، كل لفة وفراغ كده اعمل العمل هنا زيادة في الغرز بنفس العدد. يعني ممكن ده حرف جيبة من فوق، يبقى ده القمر وهتنزل على واسع وفيها التصميم ده، وممكن ده حرف من الرقبة لو ابتدينا بلوزة أو جاكيت من الرقبة، وهينزل هيعمل لنا زيادة. طبعا الفراغات دي بتعمل زيادة، يعني طرق زيادة برضو لو شغالين من فوق وعايزين نعمل زيادة لغاية مثلا حردة الكم خلاص. وفي نفس الوقت هنعمل عليه الورد، هوريكو ازاي تعملوه بنفس اللون او لون مختلف حوالين الفراغات دي، هوريكم هعمله بنفس اللون، نشوف مع بعض نعمل الورود ازاي. انا عملت وردة هنا يا جماعة اهي، شايفينها اهي، هنعمل واحدة بقى مع بعض ووريكم بتتعمل ازاي الوردات. نلضم خيط الصوف نفسه في ابرة تكون كبيرة ملهاش سن ولها فراغ كبير لسهولة دخول الخيط، وبنعمل الوردة بسهولة خالص، بالذات خيط الصوف هيسهل لنا شغل وعمل الوردة. وهنا ممكن نحط اللولاية كمان،
رزايا لولي او اي حاجه في الفراغ ده، يعني نستخدم الفراغ للتوسيع. ممكن نسيب الغرزه كده، ممكن نعمل ورده من غير ما نحط خرز او لولي، وممكن نشوف مع بعض نعملها ازاي. نيجي حوالين الفراغ على مسافه كده، نشتغل بالخيط، ناخد مرتين ثلاثه. ده بقى تطريز، كأنه تطريز بس حاجات بسيطة، مش عايزة يعني دي هتبقى وردة بنفس اللون. عايزين تعملوا بخيط لون تاني، ماشي، مش هيقول لأ. تروح على مسافة الجنب تاني، نعمل وردة من 5 أفرع كده أو بتلات. بيبقى شكلها حلو وظريف ورقيقة لو نفس اللون على مزاجكم. بقى عايزين تعملوا بلون خيط الوردة، تعملوها بلون مختلف، مفيش مانع، ده على حسب ذوقكم اهي. عملنا 4، فاضل واحدة، ناخد على الجنب ده كده، نعملهم 5، نعملهم 6، مش هيحصل حاجة. بالطريقة دي بنعقدها من الداخل، بيكون ده شكل الوردة كده. بالطريقة دي هقعد بس الخيط. شفتوا انتوا الوردة الأولى عملتها من 5، ممكن هنا نعملها من 6، على 6 يعني بتلات. ادي الخيط في ظهر الشغل، بنعقده ونقطعه وننضف الخيوط اللي ورا دي، بيكون ده شكل الوردة بالطريقة دي اهي. معانا دي اللي عملتها ودي، وبنكمل حوالين كل الفراغات دي ورود. اشوف احط كمان خرزية هنا واشوف شكلها ايه مع بعض، لو هي عليها خرز التصميم بيبقى شكله حلو. بعد ما يخلص يبقى ورود ورود كده، يبقى احنا كمان اشتغلناه وعملنا تطريز. رجعت بعد ما عملت كذا وردة يا جماعة، اهو شكل الورود بالشكل ده اهي معانا، بتكون كده. تعملوا على كل التصميم على كل في نفس الوقت، عملتوا اشكال ورود واشكال حلوة، وفي نفس الوقت عمل توسيع. يا رب تكون الفكرة دي عجبتكم لتصميم الورود ده بالشكل ده. الوردة بتكون شكلها كده، فهمتوها مني بكل بساطة. ومع السلامة، هنتقابل فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش بقى اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك، يدوس على لايك، واللي مشتركش يضغط على سبسكرايب. ومع السلامة، اشوفكم فيديو جديد بإذن الله.